أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد، في مقطع أسطوري إن شاء الله. في مقطعين هذا سوف أشارككم ثغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج الجديد الخاص بالإبيك إن شاء الله. سوف نحصل على كاسياس، دروكبا، بيريكهام أو لويس فيغو، بيتر تشيك، تشابي ألونسو أو كذلك سكولز أو غوارديولا إن شاء الله، يعني أقوى لاعبي هذا الباكج أو تشابي ألونسو. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند لويس فيغو مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء عند الحارس كاسياس، بعدها عند دروبا مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء عند تشابي ألونسو، ثم بعدها يا إخواني الكرام سوف ننتقل عند سكولز مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء عند غوارديولا، ثم مباشرة سوف نقوم بالخروج واللف ب 100 عفوا باللف المجاني يا إخواني الكرام، ثم سوف نرى على ماذا سوف نحصل. اوكي كان 5 نجوم بالتاكيد، وكما ترون تشابي ألونسو مضمون ان شاء الله، يعني تعتبر نسخته نسخه اسطوريه، لاعب اسطوري من ناحيه التمريرات الدقيقه الملعب. انصحكم بتجربه هذه النسخه ان حصلتم عليها، احلى سكرين شوت لتشابي ألونسو. كما ترون يا اخواني الكرام هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، لا تنسوا كتابه في التعليقات اي لاعب حصلتم عليه، ونلتقي في مقطع جديد باذن الله.